Hey guys, welcome back. Today we're gonna learn about him. صباح الخير. اوكي النهارده بصي هنعمل تبادل ثقافات وتبادل معلومات. انا هعلمك كلمه كوري وانتي هتعلميني حاجه تانية انا هقول لك عليها كمان شويه. ماشي؟ بيقول لك في كلمه في الكوري اسمها هنج. يعني ايه؟ يعني ليها هي ليها ثلاث معاني. احنا النهارده هعلمك كلمه واحده بس من ناحيه اللي هي كلمه معناها فن او اكسايتمنت. اكسايتمنت ان انت تكوني كده حماس، عندك حماس. واحدة ان احنا داخلين على عيد الكبير فاحنا ايه اخبار الحماس معاكي؟ متحمسة طبعا. طيب في ناس كتير بقى مش عارفة يعني ايه. يعني انا عندي ناس اصحاب اجانب ليا كتير مش عارفين يعني ايه عيد الاضحى، ومش عارفين احنا بنحتفل بيه ليه، مش عارفين ان ورا عيد الاضحى ده في قصه. ايوه ف دورك النهارده بقى انك تبدلي معانا معلومه وتقولي لنا ايه قصه عيد الاضحى و احنا بنحتفل بيه ليه وازاي. ايه رايك؟ حلو حلو الجيل ده، جيل جميل. احنا اولا في الاسلام عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. عيد الفطر ربنا سبحانه وتعالى جعلهن مكافأة بعد صيام شهر رمضان، بيحتفل المسلمون بعيد الفطر. عيد الاضحى، عيد الاضحى ده برضو هو ليه قصة جميلة جدا، وبرضو هو مكافأة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للمسلمين. فسيدنا إبراهيم كان كبير في السن ولم ينجب خلال شبابه يعني، وربنا سبحانه وتعالى بعد ما كبر ربنا سبحانه وتعالى أعطاه سيدنا إسماعيل. لما أعطاه سيدنا إسماعيل ربنا حب يختبره. طبعا سيدنا إسماعيل كان كبر، كان أصبح شاب كده، فربنا حب يختبره. يختبر سيدنا إبراهيم. يختبر سيدنا إبراهيم. فرأى سيدنا إبراهيم في المنام أنه يسبح ورؤى الأنبياء حق، يعني ليست كسائر البشر أنه مجرد حلم، لا هي رسالة من الله سبحانه وتعالى يرسلها إلى سيدنا إبراهيم بمثابة الوحي. ورأى هذه الرؤيا أكثر من مرة، فما كان من سيدنا إبراهيم إلا أن أتى سيدنا إسماعيل وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. سيدنا إسماعيل قال لأبي سيدنا إبراهيم يا أبتي افعل ما تؤمر. ففعلا سيدنا إبراهيم جاء بسكين و جه بسيدنا إسماعيل نايمه وهيبدأ إن هو يذبحه. ربنا سبحانه وتعالى فدى سيدنا إبراهيم بكبش عظيم، كبش اللي هو النوع من أنواع الغنم يعني الذكر. فربنا سبحانه وتعالى فدى سيدنا إسماعيل بهذا الكبش وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يعني أنت فعلا نجحت في الاختبار وفعلا صدقت هذه الرؤية، فكان ذبح سيدنا إبراهيم. طيب إحنا كمسلمين بنعمل كده ليه؟ طب ده أيام سيدنا إبراهيم. لما جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أكرم سيدنا إبراهيم بأنه جعل هذا شعيرة من الشعائر اللي كانت موجودة، لأن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، هو
كل الانبياء جاءت بالاسلام. ايوه لم ياتي ما فيش نبي دعا الى شيء الا الاسلام، كل الانبياء اللي ارسلهم الله سبحانه وتعالى. فاصبحت هذه الشعيره التي قام بها سيدنا ابراهيم هي شعيره من شعائر المسلمين، يقوم بها المسلمون في هذا العيد. فكل في عيد الاضحى هو عيد الاضحيه اللي هي بنضحي فيها بان احنا بنذبح، كل واحد بيذبح حسب مقدرته، اما بقره اما جمل اما شاه اما يعني كل واحد اقل حاجه اللي هي الماعز. يعني هي لازم يعني تكون حاجه باربع رجول مثلا زي الماعز وكده، ما حدش يذبح فرخ. لا لا هي لا هي يعني بقر او جاموس او ابل او غنم او ماعز، اقل حاجه هي الماعز. خلاص كل واحد حسب مقدرته بيقوم بذبح هذه الأضحية بعد صلاة العيد، بعد صلاة في عيد الأضحى بهذه الأضحية. وهذا يتزامن مع شعيرة يقوم بها المسلمون في هذا الوقت اللي هي شعيرة الحج. فالحجاج في بيت الله الحرام يذهبون إلى بيت الله الحرام في شهر ذي الحجة أو قبل شهر ذي الحجة في شهر ذي القعدة، ولكن الحج بيبدأ من يوم عرفة، لأن الحج عرفة. بيقف المسلمون جميعا في مكان اسمه عرفة، جبل عرفة، في مكان اسمه عرفة، ويقومون بصلاة الظهر والعصر جمعا، وفي يستمرون في هذا المكان حتى صلاة المغرب، ثم ينزلون إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم يذهبون لطواف الإفاضة. وبرضو الحجاج في منهم بيذبح، ولكن هو بيسمى هدي. يبقى المسلمون اللي ما بيحجوش بيسمى أضحية، أما الحجاج لو مثلا عمل عمرة وحج مع بعض في وقت الحج ده بيسموه هدي. لو أخطأ لبس مثلا شيء مخيط ده برضه بيذبح هدي. إذا المسلمون في هذا الوقت بيحتفلون بهذه الشعيرة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها سيدنا إبراهيم، واستمرت معنا حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمى عيد الأضحى. هي هبة من الله سبحانه وتعالى أن نقوم بذبح هذه الأضاحي، لأن قبل ذلك قبل الإسلام كانوا يذبحون أبنائهم. يعني كان كل واحد مثلا معاه 10 أولاد ذكور بيقوم بذبح واحد قربانا. قبل الإسلام قربانا يعني تقرب لله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الشعيرة لمنع ذبح حد بقى الشعيرة هذه. وده حصل مع أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قعدوا يعملوا، كان أبوه نظر إنه لو نظر نذر، وقال إنه لو تحقق هذا النذر فسيقوم بذبح أحد أبنائه، وعمل قرعة. كانت القرعة كل مرة تقع على عبد الله اللي هو أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل كان من أحب أبناء عبد المطلب له، فأجرى القرعة 10 مرات، وكل مرة يطلع عبد الله لغاية لما راحوا بقى لأحد الكاهنات أو الكهان. الكلام ده قبل الإسلام، راح أحد الكهان أو الكاهنات وقال لهم إن هم يسبحوا من الجيب ومن الإبل، يسبحوا 10 10، فبدأوا يسبحوا ويعيدوا القرعة. يطلع عبد الله بدأ يسبح ويعيد القرعة لغاية لما فعلا طلع اختاروا ايه؟ الإبل. فمن هنا الحمد لله نجا سيدنا نجا عبد الله اللي هو والد سيدنا محمد من الذبح و
زمن مختلف تماما عن الزمن بتاع سيدنا محمد. سيدنا محمد جه بعد كده يعني بعد سيدنا ابراهيم في انبياء كتير جت، وبعدين اخر الانبياء هو كان سيدنا محمد، تمام. ولكن قبل الاسلام كانت الشعائر بتاعه تقديم القربان دي موجوده، كان في بعض طبعا. فسيدنا محمد رأفة ورحمة بالعالمين حب ان هو يحيي الشعيره. لا، سيدنا محمد لا ينطق عن الهوى، يعني سيدنا محمد لا ينطق عن الهوى، هو امر الهي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال له فصلي لربك وانحر. فسيدنا محمد لا يقول او لا يطلب منا فعل شيء الا بامر من الله سبحانه وتعالى. ربنا اوحى لسيدنا محمد انزله في القران فصلي لربك وانحر، عشان احنا في الاول قلنا ان هو يعني ان الرسول عشان النص الكريم ان الرسول يعني عمل كده اقتداء بسيدنا ابراهيم. او لا احنا بنقول ان هذه القصه بدات عند سيدنا ابراهيم، وان ربنا سبحانه وتعالى تكريما لسيدنا ابراهيم استمرت هذه الشعيره في الاسلام في عيد الاضحى، ان احنا بنقوم بنذبح الضحيه، وهذه الذبيحه ليها فضل عظيم جدا 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 وليها اجر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى لمن يقوم في هذا الوقت، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد في القران الكريم فصلي لربك وانحر. يبقى طبعا هنا اي امر في القران هو بمثابه امر وجوبي لابد من تنفيذه، وليس على سبيل الاختيار او مش بمزاجي اعمله لا، هو امر وجوبي لابد ان يقوم به المسلم. ايوه اوكي، شكرا للمعلومات دي. واحنا دلوقتي هنجهز للعيد، احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا في عيد الاضحى. احنا الاعياد عموما في اعتقد في اي مكان طبعا، اي بيت في اطفال، عشان في طيار، اي بيت في اطفال بيقوم بلب احضار الملابس الجديده، بتجهيز البيت، بشراء بعض الحلويات تعالي نتمشى كده، وبعض الحلويات والاشياء اللي هي ممكن احنا، لان في المسلمون بيتزوروا والاقارب بيتزوروا، فبنقدم بعض الحاجات. في عيد الاضحى بالذات بيختلف شويه، ان كل اسره طبعا قادره بتقوم بشراء الاضحيه وتجهيزها قبل عيد الاضحى، وبتبدا بقى تجهز ل فاحنا من ضمن التجهيزات بتاعه العيد هنجهز حلوى او حاجات حلوه او حاجه مش اللي هي السناكس عموما دي للضيافه، حاجات للضيافه. احنا للضيافه احنا عندنا في مصر، انا هحط لكم صور لنوع الحاجات اللي احنا ممكن نجهزها او ان احنا الحاجات اللي احنا بنعملها، حاجات للضيافه زي ديزرتس. ايوه خلينا اقول كلمه ديزرتس عشان انت عارفه بقى، في معلومه بقى انا هقولها، احنا في شويه عادات في الاعياد بتاعتنا مشابهه للعادات بتاعت الكوريين برضو، جو تحضير عندهم في نوع من انواع الحلوى كده بيجهزوها، بتتعمل من دقيق الرز، بتتعمل وبتتجهز، وفي عندهم زي هاني بسكت، يعني بسكوت بسكوت العسل او حاجه زي كده اسمه هاني بسكتس، برضو بيعملوها وبيقدموها. الهاني بسكت ده حاجه من قديم الازل بالنسبه لهم، يعني بتتقدم للعريس الغامض زي كده. اكيد كل بلد عندها موقفات معينه وشعائر معينه بتقوم بيها في الاعياد. ايوه فده احنا برضو نفس الحكايه بنقوم بيها في الاعياد بتاعتنا. في عيد الفطر بيكون مجهزين الكحك والبسكوت والقريبه والبيتي فور. في عيد الكبير في بعض الناس بتعمل الحاجات دي برضو لاستقبال الضيوف، ولكن ما بتكونش يعني منتشره قوي عند كل الناس، والناس بتكتفي بشراء الشوكولاته، الملابس، الكيكه، الجلاش، البسبوسه، الحاجات اللي زي كده يعني. الحاجه الثانيه برضو اللي هما احنا في بينا وبينهم، ان في الاعياد الاطفال بياخدوا يعني المباركات بتاعه الناس الكبيره، وفي المقابل الناس
الناس الكبيره بتدي للاطفال فلوس فلوس يعني. اه احنا هنا في العيد بندي لا احنا بندي بوسه لا لا بندي الاطفال عيديه برضو، وبتستحب ان هي تكون فلوس جديده بيفرح بيها الايه الاطفال في العيد. ايوه احنا الاطفال عندنا مش شرط ان هم يعملوا باوين كده، وبعدين مش اطفال بس، احنا بيبقوا اطفال وكبار كمان. انا طفله اطفال وكبار بياخدوا الايه العيديه. ايوه يعني الـ 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 الاب او الاب بيدي لاولاده واحفاده، وبنروح للاقارب برضو احنا بنديهم للاطفال هناك، وهم بيدوا لاولادنا وهكذا. الحاجه الثالثه وبرضو من الحاجات اللي هي مشهوره عندنا جدا في العيد اللي هي التجمع الاسري في الاعياد. يعني محدش بيعيد في بيته لوحده، لا العيله بتتجمع في مكان مثلا اللي هو البيت الكبير، كل الاولاد بقى اللي تزوجوا بيحضروا باولادهم باحفادهم بكذا، وبيتناولوا وجبه الغداء مع بعض، والولاد بيلعبوا بيفرحوا مع بعض جدا في هذا ان شاء الله. يعني انا ما اعرفش هعرف اصور حاجه زي كده لا، بس ان شاء الله لما احنا نتجمع هصور لكم التجمع بتاعنا واحنا عملنا فيه ايه. يمكن ما اعرفش اخد لكم تفاصيل الموضوع شويه، لان يعني انا بحب احافظ على خصوصيه البيت عندنا شويه، فلو عرفت هحاول اصور لكم جزء من الموضوع ده او اوريكم يعني. الحاجه الثالثه سوري الحاجه الرابعه، احنا قلنا العيله تجمعات العيله، هم برضو بيتجمعوا في العيله عندهم كده. الحاجه الرابعه هي اللبس الجديد، هم في كوريا بيلبسوا اللبس التقليدي بتاعهم للاحتفال بعيد التشاسوك او كده، بيلبسوا اللبس اللي هو الهانبوك عشان يحتفلوا بالعيد ده، وبيبتدوا ان هم يبعتوا رسائل تهنئه او فيديوهات تهنئه للاقارب بتاعتهم في يعني عشان يهنوهم بالاعياد بتاعتهم الكوريه. نفس الكلام بيحصل عندنا هنا، قولنا ازاي. بس احنا عندنا بنشتري ملابس جديده، ما نتقيدش بلبس لبس محدد بالظبط، ولكن هي اهم حاجه هو ان هي تكون ملابس جديده، لان بيبقى فيها نوع من انواع الزهوه والفرح هابينس. هو اشترى ان الاطفال والولاد او الكبار اشتروا ملابس جديده يحبوا يلبسوها. كمان في بعض الناس بتحب تشتري جلابيب جديده للصلاه، لصلاه العيد، ان احنا لازم في صلاه العيد سواء العيد الفطر او عيد الاضحى بيكون عندنا صلاه، بنصلي بعد يعني تقريبا اول شروق الشمس كده بنصلي صلاه العيد، يكون فيها صلاه جماعيه عباره عن ركعتين وخطبه بيقوم بها الامام، وبنستمع الى هذه الخطبه، وبعد ذلك بتفرق الناس الى ايه الى بيوتها. بنعيد على قرايبنا ازاي؟ بنعيد على قرايبنا، احنا اول يوم بنتجمع مع اخواتي وولادنا واحفادنا، ولادي بيجولي واحفادي بيجولي، وبنروح كلنا بقى بيت العيله كده اهوت، وبنتجمع وبنحضر وجبة الغداء، ولو هنذبح في نفس اليوم الرجالة بيقوموا بالذبح، واحنا بنقوم بتجهيز وجبة الغداء ومساعدتهم في بعض المهام يعني. ولكن يعني هو احنا مش بيقتصر التهنئة بتقتصر هنا، لا احنا العمام بنتصل بيهم ونبارك عليهم، رسائل بقى على الواتساب والرسائل والتليفونات، وازيك يا حاج عامل بس بديت الطريقه اللي احنا بنحتفل بيها بعيد الاضحى. وان شاء الله يعني هحاول اوريكم شويه مقتطفات من احنا ازاي احتفلنا باول يوم في العيد ده ان شاء الله. وايه تحبي تقولي ايه بالمناسبه دي؟ طبعا احب ان انا اهني الناس كلها بيوم عيد الاضحى المبارك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يدخلوا علينا بالفرح والسرور، ويدخلوا على أهل غزة بالنصر والتمكين، وينصر أهل غزة ويبدل أحزانهم أفراح، يعوضهم عما فقدوه. كلنا بندعو أو يعني في هذا العيد كل دعائنا لأهل غزة، إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم، ينتقم من اليهود الظلمة،
ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالهم جميعا وينصرهم ويمكنهم ونسعد جميعا بهذا النصر المبين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يلا ناخد stay tuned للباقي الفيديو عشان اعرفكم اكتر عن كلمة هنج ومعنى هنج بالنسبة لي انا بالاحتفال بعيد الاضحى.